اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بمصطفى عسل نجمنا ونجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر وصاحب التصنيف الثاني عالميا في الاسكواش. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك كابتن عيسى، منورنا. نورك، انا مبسوط مكانك جدا. لا طبعا مكانك. واللي عايز اقول لكم ان احنا بدايه الحلقه مصطفى داخل بقى، والله العظيم يا جماعه دي الميزه، بيته ومكانه، داخل لوحده، داخل هو يعني حاسس انه ايه جاي مكانه وبيته. ده شعور الحقيقه بيسعدنا جدا، لان الترابيزه دي ترابيزه النجوم كلها. مصطفى مبروك طبعا، التصنيف الثاني ده اول مره توصلوا ليه في رحلتك صح؟ طبعا انا سعيد في البدايه، سعيد ان انا اكون مع حضرتك النهارده، وصراحه يعني دعم من اول يوم وعلى طول مباركات، ودايما من اول يوم هنا. لما جيت كنت رانكي تصنيفي بعيد قوي، يمكن كنت في الناشئين، وفاكر يعني وانا كنت صغير قوي. الحمد لله، سلمه سلمه ان شاء الله نحو كنا معاك القمه في ان كل شاء الله. خطوه من دي، الحمد وكنا لله سعداء بكل انجاز بتعمله. الحمد لله والله. طب انت كنت متوقع ان انت رايح التاني؟ يعني انت بتبقى حاسب نقاطك وحاسب دنيتك، كنت شايف ان انت رايح على تصنيف احسن؟ انت كنت التالت، بادئ التالت، رحت على التاني، كنت دارسها وعارف انت هتروح، لا ولا لا دي لا جت خالص، فجأة؟ جت فجأة سوء. يعني انا كنت بتكلم مع بابايا في التليفون وبقول له، بقول لك ايه، انا هبقى التاني بعد البطولة دي. فالموضوع يعني جه كده خالص. ما وسبحان الله، يعني دايما لما بيحصل حاجة ويحصل لي إصابة، او دايما في اوقات ان انا اخسر من حاجات او كده، دايما ربنا بيوفقني الحمد طبعا لله، وبعديها بكسب بطولة كبيرة مش متوقعة او صح، مش في الحسبان خالص. يعني بعد العسر يسر طبعا. الحمد لله يعني انت الحمد تعرضت لله. لمواقف كتير صعبه، وهنتكلم عن كل حاجه النهارده هنتكلم. طيب هخش معاك بقى، يعني ايه في البدايه انت كان عندك الموسم ابتدى مثلا نقول من شهرين ثلاثه، البطولات اللي انت لعبتها يعني عايزين نستعرضها سريعا، نقول انا لعبت كام بطوله، وهل البطولات دي بالنسبه للعيبه الثانيه انت لاعب زيهم ولا لاعب اقل ولا لاعب اكتر؟ يعني عايزين بقى نتكلم فنيا شويه. لا، اتفضل مصطفى. لعبت. هي طبعا منظومة المحترفين عندنا بتقسم من 10 بطولات، تقدر تلعب أحسن 10 بطولات ليك. ممكن تلعب لمدة 30 بطولة مثلا أو 40 فعلا بطولة بس، مفتوح. هتتقسم على 10. فأنا الوحيد اللي لعب 9 بطولات. لعبت 9 بطولات طبعا، كان في اقل ببطولة. أقل ببطولة، واللعيبة الباقية أي واحد في التوب 10 الموجودين أقل واحد لعب 15 بطولة. فا برافو. دي صعبة جدا يعني، والحمد لله يعني توفيق طب من عند ربنا فسرها لي، كبير. فسرها لي. طب ايه يعني، هل عشان الكواليتي بتاع التسعه اللي انت لعبهم واخد مراكز فيهم بالظبط. فبتدي نقط اكتر، اللي لاعب 15 ممكن يكون لاعب بطولات خرج مثلا من التمهيدي؟ يعني فسرها للساده المشاهدين ده حصل ازاي؟ بالظبط، ان هي 9 بطولات دي الحمد لله انا داخلها. احنا عندنا طبعا اعلى نقاط اللي هي البطولات البلاتينيه، بعد كده بطولات جولد، بعد كده بطولات سيلفر، بعد كده برونز. تمام. انا بخش بقى البطولات البلاتينيه والجولد، ما بخشش اقل من كده. دايما بحب العب اللي هو لا، انا دخلت البطوله دي اركز في البطوله دي ان شاء الله ربنا يكرمني اخدها، بس كده ده اللي انا بفكر فيه. فالحمد لله كسبت كذا بطوله ورا بعض، كسبت الجونه في الاول، كسبت دي كانت بطوله بلاتينيه، كسبت خدت طبعا نقاط كبيره. بطوله العظماء الثمانيه دي اعلى بطولات، ان هي نعم بتخش البطوله الوحيده اللي بتخش كده كبونس يعني صحيح نقط، فاهم؟ صحيح. وكسبت الحمد لله بطوله جولد كانت في النص سويسرا، سويسرا وكسبت برضو هونج كونج الاخيره في شهر 12 دي كانت مفاجأة بلاتينيه. الصراحة، دي كانت مفاجاه، مفاجأة، مفاجاه ومشوار كبيره. بعيد والدنيا كانت صعبة. او كان عندي كان كنت كان البطوله اللي قبليها على طول كانت بطوله جولد في سنغافور. للاسف اول مره انسحب الاصابه، رينا وشفنا. وكانت اصابه تقيله جدا جدا جدا، وخلاص كان كله بيقول لي انت ما ينفعش، يعني ما ينفعش تسافر، ما ينفعش تروح هونج كونج. تبقى راح هونج كونج كانت تعمل فين؟ ايه؟ كانت فين كان الإصابة في مصطفى؟ سنغافور، كانت فين؟ فين في كتفك، في رجلك، ولا فين؟ فكان في ايدي يعني. فينا. يعني كان الموضوع كان صعب، اول مره يحصل لي، و انسحبت المباراة برغم انت كنت متفوق. انا سمعت كنت انسحبت. كان تاني. 10 9 كان لسه بنلعب يعني في اول شوط خالص، ويعني ممكن نسميها عند مع غباء مني شويه، ان انا كنت عايز ان انا اروح هونج كونج وعايز العب البطوله دي. تعنيد، و انت عنيد اه يا مصطفى، وقلت لبابا انا هلعب البطوله دي، ومدربيني كلهم وكابتن احمد حسني وكابتن محمود عبد القادر وكله، ارجع بالرغم يا ان انت ابني الاصابه انسحبت، يعني وضع طبيعي البطوله اللي بعدها ما تلعبهاش. ومش عارف العب. انا لمده 3 4 ايام هناك في سنغافوره قاعد معاند، مش عارف العب سكواش، مش عارف، مش عارف تمسك مش المضرب. عارف امسك المضرب. فانا رايح اعمل ايه؟ فبعديها طبعا كله متفاجئ ان انا لسه قاعد هناك. سبحان الله، ماتش مع ماتش مع ماتش لعبت هناك، ما اعرفش جات لي منين، بس سبحان الله من اول يوم كنت حاسس ان انا هروح اكسب بطولة، ما اعرفش ازاي، بس صعبة صعبة. كنت الحمد لله كسبتها. طبعا ده اللعيبة، اللعيبة كل لعيبة العالم موجودين، اللي كانوا موجودين في البطولة اللي قبليها ما رايحين، لأن هم المسافة طيران قريبة من بعض، من ثلاث ساعات سنغافورة ثلاث ثلاث ساعات من ساعات سنغافورة لهونج كونج، مش هترجع تاني مش القاهرة هترجع أصلا تاني. بقول. بالظبط فكل اللي كانوا هنا راحوا هنا. بالظبط. ده أنت زاد بقى إن أنت اتصبت. وكنت هرجع نمر 5 نمر 6 كمان لو كنتش لعبت البطولة دي، فأنا كان هلعبها، اللي هو لو يحصل ايه هلعبها. والحمد لله ربنا وقف في طريقي ناس هناك، رحت الدكاترة عالجوني يمكن شوية، بس الحمد لله لما رجعت هنا كمان مصر بعد البطولة
دايما بتلاقي الدعم من النادي الاهلي، دايما موجود من النادي الاهلي، من ولاد النادي الاهلي. يعني دكتور رجعت على طول، كنت بفكر ان انا اروح المانيا، وافكر اروح قطر، لازم اعالج موضوع بروفيشنال عشان يعني برضو تخلص من الباب ده في دراعي وتقفله. دي برضو صعب. فبالظبط تقفل رحت رايح لدكتور سامح ظلام، احب حبيبي اشكره دكتور سامح. يعني. 3 اسابيع دلوقتي في شغل عالي جدا على اعلى مستوى، ممكن ما شفتوش يعني. انا بسافر وبروح هنا وهنا وهنا، لا لا دكتور مفيش سامح، حد حط التركيز ده كله في الحتة دي. بالمناسبة دكتور سامح دكتور او اخصائي العلاج الطبيعي لفريق الكرة الطائرة الرجال يعني، بس هو انت احنا عارفين انا بالظبط وانت، كده. بس سامح المشاهدين مش عارفين. فهو يعني الراجل من ولاد النادي واهلاوي صميم، فبقالك 3 اسابيع واللي بتعلمه. بينفذ البرنامج دكتور الحسن برضو، مدرب الاحمال البدنيه في كره الطايره فيرست تيم. بحب اشكرهم جدا على الدعم الكبير ده والتركيز الجامد قوي ده. هو يعني دايما النادي الاهلي بيظهر في الحاجات دي، طبعا. والحمد لله انا فخور جدا، انا يعني ابن من ابناء النادي الاهلي يعني. طب قول يا مصطفى، يعني يمكن بطولة هونج كونج انت، بس انا في الاول عايز اقول حاجه، 9 اكبر من 15 يعني، بس عشان ايه، انا مش قصدي اسقط حاجه ايوه يعني، بس ايوه هو ايوه يعني التسعه بتطلع اكتر من 10 وتطلع اكتر من 12، فهو عدد بطولات مصطفى 9، ولكن هو محقق فيهم نقاط اكتر من لاعب 15 بطوله. فطبعا ده يعني ده بيحط لود معين، لان انت مش بتشارك في بطولات اقل من درجات معينه، فده بتروح تلاقي منافسه جامده جدا. انت ممكن تلم نقط يعني بطوله قويه من دي تعادل مثلا 3 بطولات صغيرين، طبعا. فانت بتحط لود عالي جدا في وقت ضيق، فده تحدي صعب جدا. انا جدا فاهم اللي انت بتتكلم فيه كويس، جدا. تحدي صعب جدا جدا. لا لا طب انت نفسيا. قبل هونج كونج كان عندك حاله شويه من الاحباط من غير الاصابه، ايه يا مصطفى اللي حصل؟ مشاكل كتير، مشاكل كتير. المشكلة ان المشاكل دي طبعا يعني الناس كلها عارفة ان انا اتوقفت قبل كده من شهر 1 لشهر 3 في شهرين. نفسيا كمان في مشاكل كبيرة بره الملعب مش هقدر اتكلم عنها لا طبعا ده انا عايز يعني. اشوف فيديو، هنشوف فيديو كده، والفيديو ده هنسمعه وهنكلم سيميلر لحالتك او اللي بيحصل ايه والنجوم بيعملوا ايه. خلينا نشوف الفيديو ده. Let's be honest, the last years the football changed. I see football now as a business, to be honest. Sometimes Georgian have expression that I don't understand. They treat your players like piece of meat. I say yes, you say everything is true. When they want you, when they count with you, they give you everything. When they don't, they try to make a hard life to you. I see football piece the last years as a business. I saw many things that I'm disappointing. The passion for the game still intact, but in the same way I say I saw other things as well, which is surprised me, but in the same way it's part of the business, because if you see the world how it is in the moment, it's all business. Everyone take on itself, everyone, there are more individual. يعني بتهيألي الكلام يعني بيمسك، مؤثر قوي، مؤثر يعني. كلام أسطورة طبعا، أسطورة من الأساطير. و يعني أنا شايفه قدامي طبعا، بشجعه وأنا صغير جدا، وفعلا الراجل حارب كل بيقول لك قوة. بيحاول يخلوا الحياة صعبة عليا، طبعا لا أنا شايف حرب الكلام اللي شديد. هو بيقوله ده بالظبط، أنا واصل لي دلوقتي وأنا عندي 21 سنة. طب لسه برضو طبعا يعني كان في فترة حتى بطلت إن أنا أحتفل، بطلت أعمل أي حاجة، بطلت خلاص زهقت. الموضوع كمان مشكلة إن اللي ما يحصل كده من الاجانب، او اللي هم عايزين يعملوا لك مشاكل او كده، هي مش جايه من الاجانب، هي مشكله في اللعيبه اللي معاك من هنا. هي دي اصعب حاجه، صعبة جدا، اصعب حاجه صعبة جدا. ان اللعيبه هي اللي تشتكيك من هنا. بعض، مش هقول حد، بس بعض. فللاسف طبعا لما يلاقي المصريين بيعملوا معاك كده، اللعيبه معاك بيعملوا كده، ما بالك بره بقى طبعا من الاجنبي ما بلده. هيصدق، ما بالظبط، ما هيصدق. هيصدق ان هو ده المصريين بيعملوا معاك كده فيحصل كده. فطبعا قبل بطوله هونج كونج مشاكل كبيرة جدا، حاجات كتيرة جدا، غير الإصابة، يمكن مثلا القرارات تانية تحصل تاني، أنت مش عارف حاجة. الآن فكرت إن أنا الآن من أبطل. كمية التيار المعاكس اللي مقابلك بالظبط.
من جوه هنا. وكلمه ابطل دي انا مستوعب، انا ممكن عندي 21 سنه بس انا مستوعب يعني ايه ابطل. ان انا فكرت ابطل قبل بطوله هونج كونج، انا وبابايا ومامتي خدنا القرار، قلت لهم انا عايز ابطل، انا مش هلعب اللعبه التاني عشان اكون انا مريض نفسي بعد كده. يا جماعه برضو الحياه مش كده، الحياه مش مجرد ان هي رياضه وحارب، لا مش هقدر احارب كل ده. والناس يمكن ما تعرفش ايه اللي جوه، طبعا ما نعرفش اللي جوه صعب جدا. هي كلمه انا ابطل دي كبيره كبيره جدا، وانا عارف انا مستوعبها. 21 سنه ولسه قدامك العمر ما شاء الله على الاقل 10 سنين. مش قادر، مش قادر، لا ضغوطات قبل الماتش غير طبيعيه، ناس بتهددك، فانت مش عارف تعمل ايه، مش عارف تقف ازاي، وكمان المشكله جايه لك من ابن بلدك، فابن بلدك هو اللي سبب لك المشكله دي. فانا قبل الحوار ده برضو كنت قلت خلاص، يعني قلت ان انا نخلي التنافس في الملعب زي ما رونالدو بيقول كده بالظبط بالظبط، ان انا الشغف لسه موجود والحماس لسه موجود، بس خلاص انا قلت له طب ما تيجي ناخدها كبزنس، ما الرياضه دلوقتي خلاص بقت بزنس. صحيح كلها هو نفسه رونالدو بيقول كده، بس بعد كده خلاص من كتر الضغوطات مش قادر، مش قادر ان انا العب. طب يا جماعه العب ازاي انا خلاص؟ هو قال لي يا ابني، فانا بقول له ألذ حاجه بقى، بقول له بابايا ايه قبل الماتش، بقول له قبل البطوله كمان كان عندي اصابه والدنيا بايظه، قال لي قلت له بقول لك ايه ان شاء الله اكسب البطوله، ضحك اول حاجه ضحك، فقام ضحك لو ازاي يا ابني مش عايز يعلي سقف طموحاتك او سقف توقعاتك عشان ما تتضايقش، وانا بضحك انا كمان، انا اللي انا بقوله ده مش طبيعي برضو. فسبحان الله ربنا يعني اراد ان انا اكسب البطوله دي، ماتش مع ماتش مع ماتش، حتى انا مع صحابي مثلا نتكلم بعد الماتش دايما انا ايه عندي حته ايه، بس شفت النقطه دي، بس شفت ايه، بس الحكم عمل ايه، بس بعد اتكلم فنيا طبعا عادي، ما ولا اصحابي يتفاجئوا ان انا برجع تسكت. بتكلم عن حاجه تانية خالص ولا بتكلم طب يا ابني انت عملت ايه مثلا، الناس تكون نايمه مثلا لسه مثلا ما اتفرجوش مثلا ماتش الساعه 4 5 الصبح مثلا، ما اتفرجوش على الماتش او حاجه ونسي يتفرجوا، يا ابني انت ايه مش عوايدك يعني، لا زهقت قرفت مش عايز ما يعني ما بس دي بقى الاراده الحمد لله اكتسبتها من النادي الاهلي، اللي هو لغايه اخر ثانيه هلعب ولغايه اخر دقيقه هلعب، حتى مهما لقيت التيار معاكس، مهما لقيت التيار، وحتى البطوله دي انا قلت خلاص البطوله دي يا مصطفى ماتش ماتشه لغايه لما نشوف القصه دي هترسى على ايه، ان مش هينفع كده. وكمان مشكله ان المشاكل اللي جايه لك من زمايلك دول، زمايلك دول انت هتلعب معاهم بطولات عالم، يعني بطولات عالم جماعي، ازاي هيكون يعني انا عايز مثلا لما الناس دي تبطل اقول انا اكتسبت خبره من فلان، اكتسبت خبره من فلان، انا اتعلمت منه كذا، اتعلمت منه كذا، ازاي تعمل معايا كده وانا لسه في اول طريقي؟ ويعني احنا يعني المفروض ان احنا نساند بعض، انت قصدك تقول كده بالزبط. ده اللي مضايقك، مش مضايقك ان الحرب في حد ذاتها، مش مضايقني، انت مضايقك ان زمايلك في المنتخب بالظبط. فانا ازاي انا برضو يعني الفكره كلها ان خلاص ثابت عليا نفسي في الاخر ان انا ضغط كبير جدا مش هقدر انا استحمله. وقلت له يعني يمكن بابا هو عنده حته الاراده والمكسب دي شديده جدا، والحمد لله اكتسبتها يعني طبعا النادي الاهلي اولا، وكده الحمد لله هو بعد فضل ربنا، فالموضوع ابتدى يبقى يصعب عليا قوي 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 قوي. بس برافو عليك ان انت كملت وما استسلمتش، ويمكن صرختك بعد الفوز في هونج كونج، الصور احنا استغربنا قلنا يعني الصرخه دي مش هتيجي، احنا مش شايفين الضغوط دي يا مصطفى. مش مصدق والله، انا داخل الماتش مش قادر يعني مش قادر اركز في الماتش، داخل فاينل بطوله كبيره زي دي مش قادر اركز في الماتش، مع كتر في ضغوط بره مش عارف اركز جوه يعني حتى وانا واصل فاينل. وكمان يعني دي من هناك من البطوله صح؟ يعني انت حتى الفرحه يعني مش ده اللي هو ايه يعني، لا في تحس عارف لما واحد يصرخ او يبقى سعادته بزياده اهو يعني، لا يعني الموضوع ما كانش موضوع يعني ماتش عادي او بطوله عاديه، ده موضوع يعني انت بتقول للناس كلها انا هكسب برغم كل ده. يعني الحمد لله الحمد لله في الاخر يعني انا كنت خسران الماتش ده، يمكن الناس اللي بتتفرج عليا يقول لك ده مش كان فاينل مع بولكور صح ولا مع ديجو الياس؟ ديجو الياس 2-0 نقطه المباراه كسبت، رجعت الماتش الحمد لله بتوفيق ربنا ومسكت في الماتش من اقل فرصه من اقل فرصه مسكت في الماتش. بس انا الفكره كلها طبعا الحروب اللي بره دي والدنيا اللي بره دي، بس انا كمان حتى يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، دايما حتى في السكواش كده يجي يقول لك انت احسن حته تتمرن فيها فين؟ مصر صح؟ انا ما اتمرنتش يعني انا يعتبر ما بلعبش مع لعيبه خالص، بطلت ان انا العب مع اي لعيب مصري. طب بتمرن ازاي؟ بتمرن ازاي؟ انا ليا طريقتي في التمرين،
ما بتمر... يعني الناس تيجي تقول لك مثلا، ناس تيجي من كامبات جماعة ومن دول ومن برازيل ومن ارجنتين ومن امريكا ومن هونج كونج عشان تيجي تتمرن في مصر. انا ما بتمرنش يعني، انا عندي يعني بتمرن طبعا على النادي الاهلي كل طبعا يوم، كل ما اروح الاقيك كل يوم 4 ساعات قاعد جوه، بس ليا طريقتي الخاصه. بس طبعا اللي هيخش في الاسكواش قوي لازم الماتشات اللي هي المباريات بتاعت الاسبوع دي. انا بطلت وقفت الجماعة. مع اللعيبه كلها، ان انا ازاي هتقدر تروح تقابل لعيب وهو بيشتكيك وبيعمل لك كده؟ انا بقول بعض برضه، مش كله، وما ذكرناش اسامي، احنا في ناس بنتكلم حبايبي عن وفي ناس حبايبي واللي اشتكى بقى عارف نفسه بالظبط. فانا ما بقولش كله يعني، عشان بس ما اقولش ان هي حاله مؤامره لا من لا كله ولا حاجه، بس هي الفكره في كده. والحمد لله ربنا بيكرمني في الاخر، والحمد لله تصنيف نمره 2 في الاخر كمل بعد كل الحروب دي يعني. كمل يا مصطفى الحمد لله. كمل، ولسه عندك كتير تقدمه لنفسك ولبلدك. وفي يعني موضوع تاني بقى عايز اتنقل اليه، هو التجنيس، والموضوع ده اتكلمنا فيه او حصل فيه شوشره كتير. هسمع ردك ولكن بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع التايجر الاهلاوي مصطفى عسل، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع نجم الاسكواش المصري مصطفى عسل، تاني التصنيف العالمي، صاحب ال 21 عام. مصطفى، يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على قضيه قريناها كتير جدا، وانت الحقيقه يمكن الوالد رد واتكلم في اكتر من مكان، وهي قضيه التجنيس. طبعا انت لاعب اكيد دول كتيرة عايزة تضمك تلعب تحت علمها، لأن أنت راجل دلوقتي 21 سنة، وده نادر لما تلاقي حد 21 سنة وتلاقيه طلع في التاني أو إن شاء الله هيبقى الأول على نهاية الموسم. ردك إيه عن الموضوع؟ ردك عن كل الكلام اللي اتقال إيه يا مصطفى؟ طبعا يعني أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، إن دلوقتي يمكن أنا كل جيلي اللي معايا أو الجيل اللي فوقية أو الجيل اللي تحتية، احنا بنتكلم ان في مش اقل من 30 40 واحد سافروا خدوا منح دراسيه وسكولرشيب في امريكا هناك، وشبه يعني خلاص ابتدوا يفكروا ان ايه، خلاص السكواش خلاص يعني. احنا خدنا الجامعه واستفدنا بالجامعه وجامعه، طبعا جامعات كبيره جدا، هارفرد وجامعه ييل يونيفرستي، جامعات انا رحت شفت الجامعات دي، الحاجات دي كلها عظيمه جدا ان هو يروح. بس خلاص قال لك ايه، سكواش يعني وصلني لحته ان انا ما كنتش احلم بيها في الدراسه وخلاص كده كده يعني. زي الفل اكمل في كاريري بقى درسته. فيمكن حضرتك لو احنا هم مسيطرين على اللعبه، بس في حاجه خلف الكواليس خالص يعني يمكن ان الجماهير مش عارفاها، ان احنا الاجيال اللي موجوده كلها بتتكلم في انك 32 35 30 29 21، ف موضوع يخوف. صحيح. موضوع في الاخر صحيح يعني عندنا جروب، عندنا جاب كبيره، ممكن حضرتك كمان 5 سنين ما تلاقيش صحيح. الا 2 3 مصريين فعلا. احنا كنا بنتكلم ان احنا مستحوذين ودي لعبه احنا محتكرينها، والكلام دايما اللي بنسمعه اللي هو احنا ما فيش حد بيلعب غيرنا اللعبه دي، لا في، وامريكا طلعت بشكل كبير جدا، انجلترا ضموا محمد وابتدوا النهارده ديجو الياس بيلعب معاك فاينل بطوله هونج كونج. لا يعني عايز اقول لك على حاجه، انا شايل يعني كنت في البطوله دي كمان هونج كونج دي شايل حمل كبير جدا. علي ما بيلعبش دور السيمي فاينل، انا ما فيش الا المصري الوحيد اللي بيلعب في دور السيمي فاينل بس كده، ما فيش حد تاني يعني. حضرتك ديجو الياس من بيرو، بول كول من نيوزيلندا، محمد من انجلترا، ما فيش خالص. لا وبرده سنغافوره حصل نفس الكلام وابتدينا دلوقتي. فانت بتتكلم في قضيه اكبر، انت بتتكلم النهارده ان الـ 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 يعني اسم مصر في السكواش، لا لازم نحافظ على كل لاعب ممكن يكمل معاه الفتره الجايه، عندنا دروب جامد. ده حضرتك اللعيبه دلوقتي كلها تركيزها، اغلب لعيبه تركيزها دلوقتي الناشئين، ان هي اغلبهم يعني جمع. ان هي جامعه، اخش اروح جامعه هناك، اخويا بيدرس هناك، اخويا واللعيبه اللي كانت معايا دي، احنا كنا بنروح بطوله كده البريتش اوبن دي اللي انا اخويا لسه مسافر، هيسافر هو بابا النهارده سافر وخلاص يعني في الطياره دلوقتي. دايما تركيزهم خلاص ان انا عايز العب سكواش لفتره معينه، يبصوا عليا في البطولات العالم الكبيره دي وخلاص انا عايز امشي يعني. مع ان اللعيبه اللي كانت معايا في جيلي دي احنا كنا بناخد اول 5 مراكز هي مصر في انجلترا وامريكا المفتوحه وكل البطولات دي، كنت جيلك بيروح ياخد اول 5 بطولات دلوقتي يعني اول 5 مراكز اللي مكمل في جيلي 1 2، الجيل اللي فوق 1 2. طب فين يا جماعه، فين الناس دي كلها؟ طب يعني انت، طب انت جامعه وما رحتش، اكيد اتعرض عليك او مش اتعرض، ممكن في يوم من الايام يتعرض عليك موضوع التجنيس. لا ده انا دكتور اشرف صبحي لما جينا كنت قاعد وقلنا قاعدين قال لك يعني جامعه هارفرد دي هبروزها جنبي، هبروزها واتصور معاها جنبي. فالموضوع صعب يعني. كمان انا عايز اقول لحضرتك على الموضوع كتير طبعا والعروض كتير، عروض من خلينا نقول السكواش برضو
يمكن عامله زي، طبعا هي بتتفهم يعني، ده حته دول وحته طبعا يعني ما نقدرش نيجي جنبها، بس هي الفكره كلها عامله زي ايه، انديه كده. بس طبعا الصوره كبيره، الصوره الصوره كبيره كبيره جدا وصعبه يعني، الصوره بالنسبه للي بيلعبوا الاسكواش اقل من الناس متخيلاه، ان طبعا. هو بيتعامل بالدول كانها نادي، يعني رحت من نادي النادي النادي بالظبط، بس اه طبعا في بس الاخر في طبعا الاخر صعبه جدا، صعبه يعني، جدا يعني انت بتستبعد طبعا اكيد طبعا. طبعا يعني اللعب باي جنسيه تانية، خاصه انت بتقول ان انا حتى جامعه ما رحتش، انا جامعه ما من رحتش، باب اولى كنت اروح جامعه، ولكن انا حابب ان انا وساعتها افضل هنا. انا فاكر كان في بعد بطوله عالم الناشئين دكتور اشرف صبحي جمعنا كلنا، وساعتها قال لك انا هعلمكم هنا، ولو سمحت افضلوا هنا. واغلب اللعيبه اللي كانوا موجوده معايا على نفس الترابيزه الكبيره دي كبيرة دي كله اه سافر، ما هي دي اللي هتؤدي الى يعني، طبعا ادت بشكل كبير جدا ملحوظ في الناشئين، ان ابتدى يبقى فيه دروب كبير. صحيح والكلام ده هيحصل مع طبعا لما يطلعوا بروفيشنال يبقوا رجال. وكمان التركيز دلوقتي يعني، انا كنت بستغرب جدا مثلا لما كنت بروح امريكا كنت الاقي مثلا لعيبه برضو كلها بتاعت امريكا مثلا ايه، احنا عايزين مثلا ايه نخلص نروح جامعه دي وخلاص ده حلمنا. اتفاجئ بقى دلوقتي ان المصريين بقت كده، عم كمل. خلي بالك انت عندك حتى منتخب امريكا ما فيه اماندا صبحي مثلا في السيدات، طبعا دي من اصول مصريه طبعا، يعني، وكمان انت بتروح بتنقل لهم خبراتك ومستوياتك كلها في امريكا، في النهارده امريكا دلوقتي منتخب قوي. ده حضرتك دلوقتي شوف كم مدرب محترف هناك في امريكا، مصريين اه مصريين اه انت كتير بتنقل جدا اه كتير كتير جدا يعني، ما اه يتعدوش يعني، ده هناك مدربين كلهم ان شاء الله مش هننزل من العرش ان شاء هذه الله، ان اللعبه. شاء الله اعزائي يا رب. المشاهدين نطلع لفاصل تاني، نرجع لحضراتكم ونكمل كلامنا مع مصطفى عسل، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ويعني يمكن مع مصطفى هي بطوله بريطانيا خلاص قربت. احنا عندنا سافر مجموعه من اللاعبين خمسه، في اثنين على نفقه الاتحاد صح، وفي ثلاثه على نفقتهم الخاصه، بس اللي بنسافر على نفقاته الخاصه ده برضه رانكينج يعني، يعني مش في بريطانيا بياخدوا الرانكينج بس، بس الاتحاد ما يقدرش يتحمل تكلفه الخمسه. كل طيب ده وسافر من عندنا كمان، او تم اختيار كابتن احمد حسني المدرب العام في النادي الاهلي مدرب بالمنتخب، صح الكلام صح. ده؟ حصل النهارده موقف طريف كده، ده احكوا لسه لي من ساعة، ايه بقى اللي حصل؟ أنا مرة واحدة لقيت بابايا بيكلمني بيقول لي أنا مش هسافر، قلت له اللي هيحصل باباك مسافر مرافق مع اخوه، مع أخويا، هيشاركوا في مروان اخوك صح؟ مروان أخويا تحت 15 سنة، تحت 15 مسافرين يشاركوا في بطولة بريطانيا، هو فراحوا على الطيارة بالظبط كده. تمام، ايه اللي حصل؟ فهو نمرة واحدة على مصر تحت 15، ما شاء الله وعنده إن شاء الله ماتش يوم الأربعاء أو يوم الثلاث. فحصل إن كابتن أحمد حسني كان على مسافر نفس الطيارة، نفس الطيارة، فالطيارة عشان الكريسماس وكده والنيو يير وكده اوفر بوكينج، في ومفيش حجز بزيادة حجز بزياده، ومفيش ناس كنسلت. ف بابا جه متاخر سنه طبعا كده في الطياره، فلقى ان الناس كلها خلاص داخله، وكابتن احمد حسني هو وعضو مجلس اداره في الاتحاد عمر كابتن عمر المرشدي، كابتن مرشدي عمر المرشدي مشكورين يعني، قال لك لا خلاص ده اللعيب اولى ان هو طبعا يسافر، واحنا هنيجي في طياره بكره. طب والله برافو فكانت حركه جميله جدا منهم. برافو يعني يعني بدروا طبعا مروان، وبدروا طبعا الوالد ده لازم يكون ليه مرافق، 15 سنه لازم يكون ليه في مرافق الفيزا كمان مرافق، فمش هينفع مش يسافر هينفع من غير. يسافر لوحده، فهم الاثنين لازم يسافروا. فاحمد حسني طبعا الكابتن احمد حسني خلاص قعد بقى ضرب قعد المشوار على المطار بس بقى. هو هتلاقيه قاعد مبسوط، هو لو بالنسبه طبعا له لو طبعا لو 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 مروان جاب البطوله طبعا هناك هيبقى مبسوط جدا. هيروح له بكره ان شاء الله. طيب يمكن خلينا نتكلم على او نتنقل لموضوع تاني، وهو اللي جاي. احنا خلاص عدينا 9 بطولات من الموسم، اكيد لسه في بطولات، احنا لسه في طبعا المنتصف طبعا. بالظبط. انت الاجنده بتاعتك ايه؟ ان شاء الله عندي امريكا ان شاء الله في شهر 1 اللي جاي ده، تسافر يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. خلاص السلامه ان شاء الله. ان شاء فين الله هتلاقي في ولايه ايه؟ في هيوستن هناك في تكساس، هيوستن. بس اول مره تلاقي في هيوستن. لعبت مره واحده بس كده السنه اللي فاتت، ودي تاني سنه. السفه لعبت في شيكاغو باين ولا ما هي في هيوستن وشيكاغو، امريكا خدت برضو جزء كبير جدا هو من كان البطولات. الساحل الشرقي هو المنتشر فيه ناحيه نيويورك بالظبط 33 بطوله وكونكتكت الحته دلوقتي. دي 33 بطوله دلوقتي بتلعب في امريكا من اصل خبر ابيض. 200 بطوله بي اس اي، فده عدد من انا اخر مره رحتها 2015 ما كانش بالشكل ده، دلوقتي لا الدنيا ابتدت تقول هناك في امريكا. وان شاء الله عندي البطوله دي من 12 طب مين اللي ل 15. مشارك في هيشتن دي؟ هل في علي فرج؟ علي فرج، بس هو كان اخر كام بطوله مصاب، عنده اصابه، يعني شارك في هونج كونج؟ ما شاركش في ما هونج كونج شاركش علي فرج للاصابه، ومحمد الشرباجي داخل. البطوله دي بطوله كبيره جدا ان شاء كبيرة الله. بطولة أمريكا طبعا. لا بطوله كبيره كمان، بس كانت بتعمل قبل كده ولا عشان كريسماس أخروها ولا إيه؟ لا يعني كانت بتبقى اخروها بدري سنه. شوية بالظبط أخروها. اخروها سنه. وكمان في بطوله دي جولد الاولانيه اللي هي هيوستن دي، بعد كده بقى في بطوله اللي هي في محطه القطر هناك في نيويورك دي اللي هي الشهيره اللي هي تي يو سي دي، هتتلعب
من يوم 18 ليوم 26 بطوله بلاتينيه. هتقعد في امريكا الفتره دي؟ اه ان شاء الله. طيب انت في البطوله الاولانيه اللي هتلعبها اللي في هيوستن، لو قلنا ان انت يعني هتقعد فيها 3 4 ايام هتبقى البطوله صح؟ طب الفتره دي هتتمرن فين؟ لو بين بطولتين. انا راح من يوم 6 مثلا عشان اتعود على الجيت لاج وكده، وعندي هناك يعني زي مدير اعمال هناك في هيوستن يعني هيظبط لك كل حاجه. هيظبط لي كل حاجه، هو يعني معايا من سنتين ثلاثه كويس، اسمه شهنزب مسعود من باكستان، وهو يعني عامل بطوله وعامل حلو اجواء جميله حلو جدا. حلو ف وكمان البطوله دي كبيره جدا، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني ندوس فيها. دي هتبقى سهله. اشتركت فيها السنه اللي فاتت؟ اشتركت فيها السنه اللي فاتت. عملت ايه؟ خسرت 3-2 من علي في السيمي فاينل. بس ان شاء الله دي اي نتيجه كويسه ان شاء الله او مكسب البطوله ان شاء الله بقى نمره واحد على العالم. يا رب يا رب ان شاء الله. هتبقى طيب. بطوله. هنلعب بطولتين في امريكا، هيوستن والبطوله اللي بعديها. ان شاء الله. هتلعبها؟ ايه تاني بعد امريكا؟ يعني يناير كله امريكا. يناير كله امريكا. فبراير جولد وبلاتينيوم مع اعلى بطولات طبعا، وبعد كده بقى في 2 سيلفر في شهر 2 انا مش هلعبهم. دول فين؟ دول في امريكا برضو. امريكا امريكا برضو. ومش هلعبهم، وقررت ان انا اريح نفسي اريح بقى بعد البطولتين دول واقعد. وشهر 3 بقى يبتدي عندنا بطوله هنا في مصر، بطوله البلاك بول مارش. دي بتعمل كل سنه؟ بتعمل كل سنه في شهر 3. وبعد كده 3-4 بطولات بقى في انجلترا ورا بعض على طول. لازم بقى تشارك فيهم الثلاثه دول؟ لا، لازم اختار بقى حاجه يعني 2 مثلا منهم. ما اقدرش اشارك في كل ده يعني، بحب دايما احط بطوله اركز فيها عشان بتبقى كتير صح قوي. صح عشان ما تحرقش نفسك. بالظبط. وبعد كده ترجع بقى اخر بقى حته بتاعت مصر بقى في شهر 4، اخر شهر 4 او شهر اخر يعني شهر 5 كده، الجونه وبرده بطوله. يعني احنا مارش هنخش بقى على رمضان. بتبقى الدنيا صعبه. صعبه جدا. ما تقدرش تشارك بره ولا جوه، بتاخد رمضان. تمام. هتخش بقى على ماي 5، لان رمضان هياخد نص مارش ونص ابريل. بالظبط. هنخش على ماي. ماي هتبقى عندك بطوله الجونه. الجونه والبطوله العظماء الثمانية، اخر سنه ليها في مصر هنا. دي اخر سنه. اخر سنه. دي نهايه الموسم. بتبقى حلوه قوي بقى. تبقى في الجونه برضو؟ لا، بطوله العظماء الثمانية دي ان شاء الله تبقى في مول العرب برضو. هي اتعملت 3 سنين ورا بعض. اتعملت اربع اعتقد اتعملت 3 سنين ورا بعض. 3 سنين ورا بعض. 4 سنين كمان. 4 سنين. انا شاركت في 2، كسبت الاثنين اللي فاتوا دول الحمد لله، فالثالثه بقى اللي جايه ان شاء الله. هي حلاوتها ان حتى هي بتبقى يعني بتاع، بس الماتشات بتبقى بيست اوف 3 صح؟ بيست اوف 3. هي مختلفه شويه، ان انت لو خسرت مش هتطلع. مش هتطلع. انا اول سنه فاكر لما خسرت وكنت واخد شنطتي وماشي، بس قالوا لي لا ده انت عندك لسه عندك ماتشات ثانيه. وبعد كده كسبت كل ماتشاتك. الحمد لله ما شاء الله. طيب خلينا نتكلم مصطفى، انه نصيحة. انت طبعا احنا بنتكلم هنا وانت تعرضت السنة دي لحجم ضغوطات كبير جدا، والحمد لله ربنا كرمك ولسه عندك الكتير تقدمه لنفسك ولبلدك. هل ايه النصيحة اللي تقولها لأي لاعب يعني لما يشوف قدامه صعوبات او يشوف قدامه حاجات تحبطه، يخرج من ده ازاي؟ لازم يكون دماغ ناشفه جدا من الموضوع ده. ما يهمكش اي حاجه بتحصل بره الملعب. فكر انت في نفسك. فكر انت عايز تعمل حاجه لاسمك، لبلدك، لناديك. انت بتفرح يعني، انت بتصحهم بالاصرار. بالظبط. بتفرح جماهير معاك. بتفرح اهلك معاك برضو لما بتعمل، لما انت يكون عندك عزيمه واصرار ده وعنيد للدرجه دي. الموضوع ده بتبقى شخصيات، فالشخصيه دي مطلوبه جامد جدا، ومطلوب ان انت ما تفكش لغايه لما تقول لا خلاص انا فعلا لو كملت مش هقدر ان انا اكمل في يعني على اخر تكه خالص استسلم يعني. بس طبعا استسلام مرفوض والحمد لله يعني. يمكن قرار اللي انا كنت عايز ابطل دي برضو كان قرار صعب جدا 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 جدا. بس انا عارف حبك لسكواش ازاي، بس عشان تطلع من يعني منك كلمه ان انا بطل وتقولها لباباك ومامتك، يبقى انت فعلا فعلا يعني متعرض لامور يعني ما يحملهاش حد. حاجه، انا اول مره بابايا يقول لي في حياتي يا ابني انت صعبت عليا. دي ما حصلتش. انا اتفاجئت منه ان هو عمره ما بيقول كده وعمره ما بيحصل حاجه زي كده. طب تخيل بقى لك كل اللي حواليك دول، او يعني يا رب يهديهم. بس الحمد لله ان في ناس بتحبك. في جماهير واقفه يعني. انا مش قادر اقول لحضرتك دايما المسجات اللي بعت لي او على الصفحات او على الدرجه الثالثه تبع الاسكواش يا مصطفى. والله يعني بنحاول. لا انت، لا انت اكيد لامس ده. طبعا. واكيد شايف جمهور يعني. لو الاسكواش اتفتح
هتلاقي جمهور الكوره والسله والطايره دي بيجي يشجعك. دايما دايما في ظهرك دايما. يعني انا احب اشكرهم جدا على الثقه الكبيره قوي دي، وعارفين ان في ضغوطات، وعارفين يعني دايما عارفين ان في مشاكل، بس دايما واقفين في ظهرك، ودايما حاسين بيك ان انت هتكسب. من دايما في البطوله اللي فاتت دي كل واحد قابله او لما بشوف على السوشيال ميديا او يقول لك احنا كان عندنا ثقه في مصطفى. ازاي انا ذات نفسي ما كانش عندي ثقه يا جماعه؟ انتوا ازاي جايبين الثقه دي؟ يعني ده انا تعبان ومصاب. 10 9 خلاص الماتش بيخلص، الماتش فعلا كلينيكان 2 0 خلص خلاص. جبت الماتش الحمد لله، كانت كامباك يعني الحمد لله تاريخيه. الحمد لله ودعم طبعا مجلس الاداره الكبير ليا وباسم كابتن محمود الخطيب ومهندس خالد مرتجي، ويعني الناس دي مساعداني بشكل مش طبيعي. مش يعني من اول يوم جيت في النادي الاهلي وكان عندهم ثقه فيا ان شاء الله ان انا هبقى نمره واحد. لسه ما حققتهاش ان شاء الله، بس ان شاء الله اوعدهم نمره واحد ونقعد حبه حلوين نمره واحد ان شاء الله. يعني ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله انت قدها. وعندي صوره بقى هعرضها وعايز اسمع تعليقك، بس خلينا نطلع لفاصل. خلينا بعد الفاصل نشوف الصوره. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني عشان نكمل حوارنا مع مصطفى عسل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن مصطفى قبل الفاصل كنت اتكلمت معاك ان احنا هنعرض صوره واسمع تعليقك عليها. الحقيقه انا برضو متشوق اشوف الصوره معاك، فممكن نعرض الصوره كده. الصوره دي يا مصطفى. يعني انت ايه كنت بتقلد ميسي ولا ايه؟ لا بس ميسي اللي قلدك. لا كنت معلم ميسي. لا طب قول لي يعني، لا كلمني بقى عن الصوره دي وكانت فين، يعني احكي لي بالتفصيل. والله الصورة دي من أحلى الصور، يعني دايما اللي هو أخش أتفرج عليها. والصورة هي جنبنا اهي، أنا جبناها لك جنبنا. لا يعني ساعتها أنا كنت لسه كسبان بطولة العظماءات 8 لتاني سنة. ويعني ساعتها كنت أنا لسه عامل برضو الصورة دي في بطولة الجونة. لسه فبس طبعا يعني هي احلى بطوله. انت من كلامك بحس ان هي بطوله العظماء الثمانيه اللي الدرع بتاعها في ايدك ده، واحلى صوره بس عشان عالم الاهلي. والله يعني كمان عالم الاهلي ده اللي هو القديم اللي يعني يا باشا طبعا مشكور. اي علم اي لا علم لا اي علم حط علم النادي الاهلي لو حطيناه بتاع 1905 1900 ولا 12 احنا 12 1920 ساعتها دكتور محمد يوسف الدهوني والله وقال لي هتكسب ان شاء الله البطوله دي بالعالم ده. طيب دي مين اللي صورها لك؟ واحد صاحبي. واحد صاحبك. انا قلت هتقول بابا. لا لا. طيب انت كنت هنا في احد الاوتيلات ولا في بيتك؟ في احد الاوتيلات. طيب وكنت البطوله دي كانت هنا؟ البطوله دي كانت هنا في مول العرب. في مول العرب. ويعني انت يوميها قعدت في الاوتيل وفضلت لغايه تاني يوم؟ تاني يوم. وبعد كده اخدت الصوره دي. ما نمتش يوميها؟ ما نمتش، ما جاليش نوم. ليش نوم؟ لا يا المال. لا هي تبص هي اصعب واحده اللي كانت بص قنبله الاولى. الاولى دي كانت مشوارك. كنت نمره 12 وداخل البطوله بالعافيه اصلا. داخل بالوايت كارد. دي اللي كانت بالنسبه لنا لعيب رقم 12 على العالم صح؟ واول مره يلعبها تخش يكسبها. لا وتخسر اول ماتش صح؟ خسرت اول ماتش محمد صبري. بقول لك اول ماتش كمان تخسره اللي هو يعني ايه؟ ما فيش لو جبت اثنين في مصر كلهم يتوقعوا ان مصطفى عسل يكسب البطوله دي. مستحيل مستحيل. بص خد مني اللي انت عايزه. ده انا داخل بقول للناس كلها يا رب بس اعمل جيم كويس، طب اكسب ماتش في المجموعات، طب مش يعني اللي هو الطمع جايبني ان انا اكسب ماتش في المجموعات يعني. تقوم تكسب البطوله. الحمد لله. بص هي لكل مجتهد نصيب. الحمد لله. لكل مجتهد نصيب. طيب خلينا نتكلم عن السكواش. السكواش دلوقتي نعترف ونقول انه في ازمه، انه الحقيقه دلوقتي كنا بنتكلم زمان ان ال 10 التوب 15 مش هنقول توب 10 كانوا كلهم بيبقوا مصريين. ممكن تلاقي لعيب زي الصين في تنس الطاوله، تلاقي اول 50 لعيب صيني وتلاقي 2 3 اوروبيين صح. احنا الحقيقه بدا الموضوع يرجع شويه، بقينا بنلاقي فاينل او سيمي فاينل. النهارده فريق السيدات بيكسب بطوله بعد فتره كبيره جدا ما خدهاش. فريق الرجال ما يعني عندنا لا في ازمه. شايف ايه الطريق ازاي نخرج من الازمه دي وازاي نرجع تاني هيبتنا وازاي نرجع البلسكواش تاني نتسيده زي زمان؟ والله انا شايف ان الـ البنات ماشيين بشكل كويس جدا. الفكره كلها ان هي اتعكست. الموضوع اتعكس في الولاد اكتر. ان يعني البنات ما عندناش مشكله، البنات واخدين بطوله عالم. اتطورت. اتطورت البنات. يمكن كان العكس، كانوا يعني من فتره ما كناش لاقيين صحيح يعني اللي كان واحد اتنين نور الشربيني كده، لكن دلوقتي الطفره بقت في البنات شويه. شايف ان البنات المصريه قويه جدا. هيخشوا يخبطوا في يعني في يمكن عشان ما عندهمش موضوع الجامعات مش بيروحوا بكثافه. بالظبط. خلي بالك ما هي دي الموضوع ده خطر جدا. هو موضوع الجامعات ده احنا لازم 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 يبقى ليه وقفه، يبقى ليه قاعده مع الجامعات هنا في مصر. يا جماعه انا هدي الولد ده مثلا سكولرشيب
يا جماعه مثلا بصوا شوفوا مثلا ارعوا الناس دي ادعموا الناس دي، ان الناس دي هتروح تاخد من جامعات هارفارد وييل والحاجات اللي هي الكبيره دي. فطبعا بالنسبه لهم موضوع مشجع جدا، ان انا هروح مش هصرف اي حاجه. وبص حضرتك دلوقتي شوف مثلا عشان تخش هارفارد دي اصلا تدفع كام، وعشان تخش لازم المجموع بتاعك يبقى كام. اكاديميك حاجه سوبر طبعا، وماديا حاجه صعبه جدا طبعًا. انا رحت جامعه هارفارد لما كنت هناك في 2015، ورحت كمان جامعه يل يونيفرسيتي اللي في نيو هيفن، ورحت شفتهم الجامعات حاجه انت ما تقدرش تخبط على بابهم لو انت بتتكلم كدراسه. لا ده السكواش بيفتح لك بقى الباب خش بالظبط. فاحنا هنا لو ممكن نعمل حاجه مع الجامعات سكولرشيب، ان انا عارف ان الموضوع صعب يعني لازم دي بقى تبقى مثلا مع يعني رئيس الاتحاد يظبط مع الدكتور اشرف صبحي مع الجامعات، ان يبقى فيه لازم كلها حل. بالظبط لازم يكون لها حل، ان انا شايف ان السكواش بياخد كيرف وحش مش حلو. وحتى اللعيبه اللي هي بروميسنج واللعيبه اللي هي متوقع ان يحصل فيها يبقوا جامدين وكده وكده، للاسف بيطلعوا بره وبيسافروا امريكا. وكمان طبعا هناك الدراسه بتبقى اكتر بكتير، فممكن مثلا احنا نقول ان هو هيروح يلعبوا بره، ما هم هيروح يلعبوا بره بس طبعا مش نفس التركيز ونفس المستويات اللي هنا بالظبط. ان هناك بيعتمدوا على الدراسه بشكل 100% رقم واحد. فسكواشك هيبقى على جنب. هارفارد عشان جامعه هارفارد تقول لك لا معلش اصل ما في محاضره عشان سكواش. لا طبعا مفيش الكلام ده. كان مين اللي درس في ايروداينامكس في هارفارد ورجع لعب تاني؟ مين علي ولا مين؟ علي فرج. علي درس في هارفارد انا فاكر ايروداينامكس انجينيرنج. الحاجه الوحيده اللي عمرها ما حصلت ان واحد يدرس ويرجع يبقى نمره واحد على العالم. ورجع بقى ما حصلتش. ان حد يحصل كده مستحيل يعني. دي حاجه ما شاء الله عمرها ما حبه للسكواش اللي رجعه بالظبط فاهم. وكمان يعني وخليني اقول لك معلش مصطفى كلامك بامانه، في ناس قالت لي علي هو علي بيعمل ايه انت بتعمل ايه يعني في ناس انتقدته انه ازاي يسيب بقى راجل جراديويتد من الايروداينامكس في هارفارد اللي هو يشتغل في ايه بقى معلش بالزبط. في ناسا في ايرباص في بوينج يعني حاجه طبعًا. يشتغل في حاجات جامده والسكواش في ناس مع ذلك برغم ان احنا شايفين انه عمل حاجه كويسه انا وانت صح. في ناس قالت له لا انت ايه اللي رجعك. طبعا فلازم يبقى في حل. لازم في حل. انا شايف ان هي اول حاجه واخطر حاجه اللي هي 90% اصلا هي الموضوع الجامعات ده، وموضوع ان تركيز اللعيب وتركيز الاهل يبقوا رايح لحته تانية غير السكواش. وانا شايف ان لو احنا استمرنا كده الفتره الجايه 5 6 سنين هتسمع عن اسم مصر قليل جدا في الناشئين، في قصدي الناشئين ولاد وكبار مش صغار. بس الناشئين لسه دلوقتي الناشئين لسه احنا اهي لان ما فيش الاغراءات دي بتاعه السفر. بس مشكله الناشئين اللي هي من 17 خلاص بيبتدي يربط بيبقى خلاص لا بيبقى خلاص بنتكلم على 15 و 13. لا 15 احنا كويسين يعني انا عندي الجيل اللي هو اخويا جيل مروان كويس جدا في كام لعيب كويسين راحوا امريكا عملوا شغل كويس راحوا بالظبط. وعندهم برضو منافسه كبيره قوي البريتش اوبن دي ان صعب. طبعا بطوله انجلترا مفتوحه دي برضه نوضح للساده المشاهدين ان هي ده بطوله عالم صغيرين اقوى بالظبط كده. فما فيش بطوله عالم رسميه لتحت 15 وتحت 13 وتحت 17 بس هي يعتبر بطوله عالم. ربنا يستر في النتائج طبعا مش مقلقين من الاعمار وان كمان يعني الناس كلها بتشتغل دلوقتي الناس كلها دلوقتي امريكا حتى ابتدوا يركزوا ان هم اللعيبه دي ازاي تطلع بروفيشنال وازاي تلعب بعد كده مش بس مركز على الجامعه. فاحنا علمك انا مش مستبعد لما امريكا تقف على رجليها في اللعبه دي جامد تبقى منافس قوي انها تبقى اللعبه الاولمبيه. خلي بالك يعني طبعا طبعا النهارده بتكلم على انجلترا امريكا لما يبقوا الدولتين دول لا تقول لك ليه طب ما اضغط وتخش لا هو ابتدى يرسم لنفسه امريكا ابتدى يرسم لنفسه خطه وماشي عليها بقى لفتره ان هو جاب المدربين جاب الولاد الصغيره ان هي تبتدي تطلع اجيال برده من يشوفوا الاحتكاك المصريين عاملين ازاي جابوهم في الجامعات كلها علوا مستوى الجامعات يعني ليفل الجامعات دلوقتي في امريكا الماتشات اللي هي بتتلعب ما بين الجامعات حاجه وكان زمان 8 9 جامعات دلوقتي بقوا كام؟ دلوقتي بقوا كتير 35 جامعه مثلا مثلا عندهم بروجرام سكواش دي بروجرام سكواش لا السكواش انتشر جدا انا فاكر كويس وقعدت لغايه 2017 اتابع انت عارف عشان كان بنتي وبتاع فكنت بتابع لغايه ما وصل ان انا لقيت فيه قال لك في 9 جامعات قبل كورونا 9 جامعات عندهم بروجرام النهارده انت يعني مش على حسب كلامك في كتير قوي وكمان مش اول 8 بس اللي هو هارفارد ويل وكولومبيا والحاجات اللي هي المركزه دي لا ده دلوقتي بقى في جامعات حتى اللي هي المغموره هناك ابتدت تلعب سكواش في ملاعب جامعه انا فاكر في ولاد راحوا لها من عندنا مصر فانا يعني طبعا الحظر كان من قبل كورونا بس اتنست مع كورونا صحيح فللاسف يعني ربنا يستر على اللي جاي وان شاء الله هيبقى في خطه يعني انت عايز مشروع كبير
يتم من خلاله رعايه اللعيبه دي بالظبط دراسيا. دراسيا اه لازم يكون في من قبل كذا جامعه او جامعه او اي حاجه، بس يعني تغري اللعيب ده ان هو اقعد ويبقى انت عملت اللي عليك، اللي هو في الاخر برضه جبت له اوبشن يفكر. بالظبط. وكمان مش شرط اللعيبه اللي هي توب التوب يعني اللي اعمل اللي بعديهم بالظبط. يعني ممكن برضو في ناس تعدل على كلامي وتطلع تقول ان هو طب انا بعمل للعيب فلان وبعمل، طب ما حضرتك تعمل لواحد او اثنين او ثلاثه، لا لازم مثلا اول مثلا سي مثلا اول ثمانيه اول 10 عشان اطلع بعد كده. ما حضرتك اللي بيروح من هنا من مصر لجامعات امريكا مش شرط بيكون اول 10، برافو عليك، بيكون من اول 20 اول 30. برافو عليك. فبيروح هناك انت قصدك انه يعني ما تبقاش حاجه واحده اثنين، لا انت ممكن تاخد المصنف ال 28 لما ترعاه هيبقى الاول. بالظبط، عشان ما نجيش برضو في الاخر نقول اللعبه دي كانت في وقت من الاوقات بتاعتنا وراحت وهنيجي نلوم نفسنا ان احنا في الوقت ده بنقول ان ما حدش بيلعبها غيرنا. صحيح صحيح. مصطفى نورتني وشرفتني، انا سعيد جدا جدا النهارده بكلامك، وما شاء الله انت تنضج بشكل كبير وانا يمكن اكتر واحد حاسس بده لان انت على طول دايما ضيفنا يعني المرحب بيه. بشكرك يا مصطفى نورتني. لا انا كنت مبسوط جدا مع حضرتك النهارده، ودايما كل مره كده يعني في انتصارات، وان شاء الله المره الجايه ان شاء الله ابقى نمره واحد ان شاء الله. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع مصطفى عسل، وان شاء الله مستنيينه يبقى نمبر 1 نمبر 1 في الاسكواش على مستوى العالم. هو قدها باذن الله كل الدعم لمصطفى، كل الدعم وكل الدعاء ولومنا معاه ان شاء الله يقدر يحقق ده ليه والنفس والنادي والمصر وكلها. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، والى لقاء اخر مع الابطال.